وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على قرض مقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة 168 مليون دولار لتمويل إنشاء 200 مدرسة يابانية. يذكر أن القرض مدة 20 سنة بفائدة 1%. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأمر المباشر لدور النشر فيما أو لدور النشر فيما يخص الكتب المدرسية الأجنبية. كما تضمنت قرارات الاجتماع الأسبوعي أيضا الموافقة على استمرار العمل بالموانئ لمدة 24 ساعة يوميا للصادرات والواردات دون زيادة في الأسعار لتسيير التجارة بعيدا عن فترات بقاء طويلة للمراكب على الأرصفة. كما تمت الموافقة على منحة لتطوير ترام الرمل بالأسكندرية. كما أكد وزير التنمية المحلية أن الاجتماع بحث نتائج أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة، مؤكدا أن منتصف شهر يونيو المقبل هو آخر موعد للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع للمتعدين على أراضي الدولة.